مساء الخير. عطلة نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم، وإن شاء الله تكون عطلة سعيدة عليكم. وطبعا مع هذا الجو الجميل، إذا كنتوا ضحيتوا بطلعتكم علشان تقعدون وتشوفون سهرتنا في استديو 500 اليوم، نتمنى أنها تكون سهرة ممتعة وجميلة إن شاء الله. من استديو 500 أرحب فيكم مرة ثانية، واسمحوا لي باسمكم أرحب بضيفنا الفنان أحمد الصالح. أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا مرحبا. الفنان أحمد الصالح رئيس اتحاد المسارح الأهلية ورئيس شرف المسرح الشعبي، أهلا وسهلا فيك. وطبعا بما أن هذه هي المناصب اللي تولاها، فبالطبع حديثنا راح يدور حول المسرح بشكل خاص. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأرجو أن تكون سهرة يعني مريحة ولطيفة حتى لا نثقل على مشاهدينا. والحقيقة قبل لا نبدأ الاستوديو هذا، استوديو 500، ذكرني بالأعمال اللي طلع منها، المسلسلات، التمثيليات. يمكن الآن الحقيقة ما أدري، قسم إدارة المنوعات اسحبت منا هذا الاستوديو وخلته حق المنوعات، أما التمثيليات الله يكون بعونها. وذكريات حلوة بهذا الاستوديو. الآن نرجع. عموماً احنا سعداء ان احنا نذكرك بهذه الذكريات الحلوه، لكن نذكرك فيها من خلال برنامج وليس من خلال عمل درامي. اي بشك وفاده، احنا بدراما بعد، يعني مثل ما المنوعات لها سهم، هم الدراما لها سهم. فيكم يعني البركه. شكرا. على كل حال انا مره ثانيه اقول سعيد جدا بهذا اللقاء، والحقيقه يعني هذا يعني يوم اخواني أعضاء الفرق المسرحية اللي أولوني هذه الثقة كرئيس لمجلس إدارة اتحاد المسارح الأهلية، بالإضافة إلى ثقة المسرح الشعبي اللي كرمني حقيقة بأن أكون بهذا الموقع. تفضلي. احنا ايضا ثقتنا في ضيفنا انه راح يكون صريح جدا ويحاورنا بقلب مفتوح، وان شاء الله ما يزعل من اسئلتنا. والله عاد شوفوا يا تحصى، اللي بالجدر يطلع المنعش. الشيء اللي بقدر اقوله بقوله. نعم. والشيء بعد اللي ما اقدر اقوله اقول لا والله اسمحوا لي. عموما احنا الحين كيفك؟ عندنا اسئله وايد من داخل الاستديو، وايضا اسئله من فنانين زملائك، وايضا من الجمهور من خارج الاستديو. نبدا من خارج الاستديو وسؤال من الجمهور. تفضل. نبدا بمشهد اولا من اعمالك كترحيب فيك، ومن ثم نبدا باحد الاسئله من خارج الاستديو. خير ان شاء الله. رجعنا مرة ثانية للاستديو، لكن راح نطلع مرة ثانية من الاستديو ونروح لأحد مشاهدينك وجمهورك اللي راح يسألك هالسؤال. تفضل. مساء الخير الأستاذ الفنان، فنان الكبير أحمد الصالح. بكونك رئيس اتحاد المسارح الأهلية، ايش قاعد تسوي حق الجمهور؟ ايش رأيك بوالدك؟ اتحاد المسارح الأهلية هو تقريبا يندرج تحت تسمية جمعية ذات نفع عام تهتم بالحركة المسرحية اللي هي تضم المسارح الأهلية الأربعة، وهي الشعبي والعربي الخليج والكويتي. هذه المسارح هي تشكل اتحاد المسارح الأهلية. هذا الاتحاد هو يهتم بالحركة المسرحية من خلال المسارح الأربعة هذه، اللي هم بيمثلون الجمعية العمومية للاتحاد المسارح الأهلية. احنا جهاز تقريبا يمكن يكون إداري للحركة المسرحية، تشارك وتمثل الحركة المسرحية في المناسبات، في
المؤتمرات الفنية تعمل على بالتعاون مع الفرق المسرحية على النهوض بالحركة المسرحية، تحاول أن تعمل على تطوير الحركة المسرحية من خلال هذه الفرق الأربعة اللي هم يمثلون الجمعية العمومية لاتحاد المسارح الأهلية. اسمح لي بوليد، يمكن المشاهد يقصد من سؤاله أنه لحد يعني في هذه الفترة الحالية عموما نشوف أن المسارح الأهلية الأربعة اللي ذكرتهم ما لهم نشاط ملحوظ على الساحة، ليش؟ هو بالفعل يعني يمكن نشاطهم مقل. هناك ظروف، أولا يعني كون مسرح أهلي مطلوب يرقى إلى مستوى معين يضيف شيء إلى الحركة المسرحية، يمكن هذه الأمور تحتاج إلى الكثير من العناصر إذا صح التعبير، منها أولا إيجاد النص اللي يرقى إلى هذا المستوى، ثانيا تنفيذ هذا النص يحتاج كذلك إلى إمكانيات مادية. إذن هل المشكلة مشكلة نص؟ لأن في السابق كانت المسارح تشتغل وكان في نصوص. بالفعل النصوص اللي كانت موجودة يعني ما لا يمكن أن نكررها أو تكرر الأحداث. الآن المسرح يتطور فلا بد تجد شيء جديد يضيف إلى الحركة المسرحية، يعني مثلا حتى يستطيع هذا المسرح أن تشارك في المناسبات الفنية على مستوى الوطن العربي. فطبعا هذا مطلوب منها، أنها لابد أن تبحث عن الشيء الجيد، إيجاده يتطلب كذلك أمور مادية، يمكن حتى نستطيع أن نوصل هذا النص أو هذا العمل إلى المستوى المطلوب. حقيقة من الصعوبة أن يكون يعني مسرح أهلي مطلوب عليه مسؤوليات، وعليه مسؤولية أن يرقى بهذا المرفق الحي وهو الحركة المسرحية، فمن الصعوبة أن أي كلام ممكن يقدمه، ولو أنه قدم لكن قدم من يعني من باب الكم، ولكن مو هذا طموحنا. يعني لمجرد التواجد على الساحة طبعا يعني لابد، لكن مو هذا طموحنا. لكن إلى متى؟ يعني الآن ممكن وقوف يعني قاعد تواجه الفرق المسرحية يعني بإمكانياتها المحدودة صعوبة، يعني أنا وأقولها لك بصراحة يعني. إذن أولا هذا اتهام منك لكتاب المسرح بأنهم ليس عندهم النصوص اللي تسمح للمسرحيين أنهم يشتغلون في المسرح، ثانيا الإمكانيات المادية. هو ليس اتهام، ولكن هذا الواقع. يعني أنا ما أقول وين الكتاب، أنا أقول يعني حتى الفرق المسرحية يعني حتى تبحث عن نصوص خارج النصوص المحلية، إنما يعني ترقى إلى مستوى اللي هي بإمكانها فعلا هذه النصوص نقدر نطلق عليها إنها أعمال مسرحية أضافت إلى الحركة المسرحية. وهذه الإضافات مطلوبة من الفرق المسرحية الأهلية، صحيح، لأن هي اللي بالساحة. يعني على سبيل المثال وأقولها بصراحة، يعني كذا الآن مناسبات فنية أو مسرحية حصلت خارج الكويت في الوطن العربي ما شاركت من الصعوبة. يعني احنا كانت لنا مثلا، وأقولها بدون مبالغة، كانت لنا صولات يعني في المشاركات الفنية، وكانت لنا بصمات في هذه المشاركات، يعني احنا ما نرجع الى الوراء. فهذا اللي حصل للاسف يعني لا حاولنا ننمي من الناحيه الفنيه مثلا ايجاد النصوص، ولا حاولنا ان كذلك ننمي من ناحيه ان الاثراء عليه او منح شيء من الماده علشان نرفع بهذا الشيء. طيب احنا الحين بنعرف منو السبب اذا رئيس اتحاد المسارح الاهليه هو اللي يقول هالكلام. انا قاعد اقول مو كوني كبس كرئيس، يعني يمكن هذه حال اي انسان يعني قاعد الان يعطي في هذا المجال. يعني هو الاتحاد متل الاتحاد ما صار له حتى سنتين، لحد الان مو قادر يوقف على ريوله،
مقر مثل الأماكن اللي ممكن يقدر يمارس فيه نشاطه الإداري ما عنده. قاعدين يعني بتضيف نوع من المعوقات. نعم. احنا يعني الجهود الآن اللي موجودة وأقولها يعني غالبيتها كلها جهود فردية يعني وكلها تطوعية، لأن هذا الشيء أصبح الآن جزء منه ما نقدر نتخلص منه. طيب كمسرحيين إذا خلال هالسنتين هذيلا من خلال اتحاد المسارح ما قدرتوا تسوون شيء، إذا متى راح يصير؟ لا لا عفوا، الاتحاد المسارح ما ينتج أعمال حقيقية. لا يعني أكيد في لكم اجتماعات، في لكم نعم. إحنا لنا اجتماعات يعني يمكن. طيب شنو فائدتها؟ الاجتماعات اللي الآن قاعدين نجتمعها، قاعدين ندرس الوضع مثلا، يعني الآن الحمد لله بدأنا الآن يعني بدأنا يعني نأخذ خطوة إيجابية إلى الأمام. الاتحاد مع الفرق المسرحية التقت بحوار مفتوح مع سعادة وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني مع أعضاء المجلس الوطني بجلسات أكثر من جلسة وأكثر من جلستين، والحمد لله يعني لقينا كل رحابة صدر وكل إيجابية من المسؤولين في المجلس الوطني بأن يعني نضع كل جهودنا، الجهود الرسمية مع الجهود الأهلية بالنهوض بالحركة المسرحية. الآن الحمد يعني أنا أقول هذه بوادر إيجابية الآن لما أصبحت الآن تبعية الفرق المسرحية إلى المجلس الوطني. كذلك تخصيص الآن دور العرض وأتيحت حتى للقطاع الخاص أو الفرق الخاصة بأن تقوم بوضع أو الحصول على دور عرض قسائم تبنيها بموجب مخططات محطوطة من قبل، أو يعني الأشياء الخطوات هذه نأمل إن شاء الله في المستقبل القريب إنها تأخذ طريقها إلى التنفيذ. وكأنكم قاعدين تبدون من الصفر. إن شاء الله عادي، لكن الصفر، لكن إن شاء الله بادئين بأساس متين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. لدينا أيضا سؤالين من خارج الاستديو من زميلتك الفنانة مريم الصالح. مساك الله بالخير أبو وليد، شلونك؟ يا هلا، صار لي مدة ما شفتك. ها إيه، عادة نلتقي بالإذاعة في قسم الدراما. يعني إيش قصدك؟ إيش أقول يعني، وقفوا كل شيء، ما علينا. أنا بسألك سؤالين. أول سؤال، بصفتك أنت رئيس اتحاد المسارح، أين دور الاتحاد في المهرجانات الخارجية سواء في المسرح التجريبي أو المهرجانات العادية؟ للأسف يعني أنا السنة كنت في القاهرة في المسرح التجريبي، ما شفت أحد من الكويت. اللهم أن كم واحد يمكن جايين على حسابهم، مو الدكتور محمد مبارك والأخ فؤاد الشطي والحزامي. للأسف يعني الكويت اللي كانت رائدة في الفن المسرحي في المنطقة، وهي أول من يطلع ويمثل الكويت وبصورة مشرفة للفن الكويتي، ماكو أحد. كلش إيش صاير؟ حتى لو الدولة يعني أو الجهات المختصة ما دزت، أنتو كاتحاد مسارح تهيألي لازم من البداية تكونون يعني مستعدين للمهرجانات. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، من إنشاء اتحاد المسارح بصراحة ما شفنا شيء ملموس لحد الحين. ما أدري أنتم شو تسوون يعني، حتى اجتماعاتكم أو أعمالكم اللي تنفذونها، للأسف شنو دوركم في خدمة الفن الكويتي المسرحي والفنان؟ يعني تهيأ لي الاتحاد على عاتقه تقع المسؤوليات الكبيرة لرعاية الفن والفنانين، فللأسف يعني أنا ماني شايفة شيء. يجوز أنتم قاعدين تشتغلون بس إحنا ما عندنا خبر، يعني لا تجتمعون فينا لا تطلعون نشرات عشان إحنا نعرف. فبصفتك أنت رئيس الاتحاد أحب أنك تفسر لي وتفسر حق الجمهور
أو المشاهدين أو الفنانين بما يدور وراء الكواليس وإحنا ما ندري عنه. وشكرا، يعطيك العافية. حلوة هذه الكواليس. شكرا للفنانة مريم الصالح، وأعتقد سؤالين يمكن يدورون في فلك نفس الموضوع اللي كنا نتكلم فيه، المسارح الأهلية. بالفعل أنا يمكن جانب كبير من هذا السؤال أنا جاوبت عليه في البداية. يعني الاتحاد أو على ما ذكرتي مشاركاتنا في الخارج، أنا توني قلت يعني من الصعوبة لما يكون يعني مهرجان مسرحي يعني بنروح بس مجرد ان يعني نحضر، او لا بد نحضر يعني مشاركة إيجابية بعمل مسرحي. حقيقة للأسف الفترة اللي كانت فيها يعني إقامة المهرجان التجريبي بالقاهرة وهذا سنوي، كان في هناك عمل على الورق، ولكن علشان نطلع فيه هذا العمل للمشاركة لابد أن يكون تم إنجازه قبل لا نسافر فيه، ويشوفون المسؤولين العمل يرقى للمشاركة أو لا. ولهذا السبب أنا أقولها المجلس الوطني يعني هناك عنده قرار بأن في الآونة الأخيرة أنه لا يشارك أي عمل في أي مهرجانات خارجية إلا بعد مشاهدته من قبل لجنة، وهذا الشيء تم في السنة هذه. طبعا من الصعوبة المشاركة إلا بإيجاد عمل مسبق يشاهد من قبل اللجنة حتى تقر هذه اللجنة للمشاركة أو عدمها. سوى الاتحاد، الاتحاد الآن يعني عمره يمكن ما تجاوز السنتين. لو رجعتي إلى النظام الأساسي يا أخت مريم وجدتي المواد اللي فيه والبنود اللي فيه تجدين أن كلها منصبة للفنان، سواء من خلال نشاطه، ضمان الفنان، لكن هذه الأمور ما تحقق خلال يوم وليلة. لكن هتقول إن هي ما عندها خبر عن هذه الاجتماعات، عن نتائجها، عن اللي صار فيها طبعا، أو حتى ما اجتمعتوا فيهم كممثلين. لا عفوا، الاجتماعات اللي تتم على مستوى رسمي، وهي الجمعية العمومية ممثلة من مرشحين يرشحهم مجالس إدارات الفرق المسرحية لحضور اجتماع الجمعية العمومية. مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاته ومحاضره ترسل إلى الفرق المسرحية الأربع وتعلق في لوحاتهم، اللي هي كل عضو داخل المسرح بيشاهد وبيشوف القرارات والمحاضر هذه معلقة في اللوحات. كونك أنت يعني يمكن ما تمرين المسرح الشعبي اللي هو مسرحك، يمكن تطوفك أشياء كثيرة هذه المحاضر على كل الأعضاء، إنما مرتبطين بالفرق المسرحية هي الجهات اللي ممكن تضم كل الأعضاء وممكن مشاهدة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. يمكن المناسبة اللي الاتحاد ساهم فيها في بداية يعني يمكن إنشائه، يمكن أنه كنت أحد المشاركات في المناسبة هذه، وهي الحفل الغنائي اللي أقامه من أجل المجهود الحربي. تقريبا هذا يمكن الاتحاد كون هذه المشاركة أو العمل هذا وطني، ويمكن جاء في وقت يعني بالسرعة تم بالجهود اللي تمت من قبل كل العناصر اللي ساهمت فيه. طبعا الاتحاد ما يعني من الصعوبة أن ينتج عمل مسرحي، لأن مو هو هي مي جهة منتجة، اللي تنتج الفرق المسرحية الأربع، إنما كإشراف كمشورة يتصل إلى حد الرقابة، لكن هذه كلها بنود موجودة بالنظام
من الصعوبة أن احنا يعني يتم تحقيقها في يوم وليلة. احنا الآن نريد أن نثبت هذا الاتحاد وحتى يأخذ مكانته وتصبح قراراته ملزمة للآخرين. يعني أقول لك بصراحة أن احنا بمقر، لو عندنا مقر نقدر نقعد فيه ونلتقي فيه مع كل الأعضاء المنتسبين للفرق المسرحية ويصبح مثل المنتدى. احنا الآن عندنا مجرد غرفة صغيرة في مسرح الخليج ندير فيها السكرتارية ومجتمع مجلس الإدارة. يعني أعتقد يعني جهاز مثل هذا خلال سنتين من الصعوبة يعني يطلب منه أشياء أكبر من الفترة اللي هو بدأ فيها. فنان أحمد صالح، شكرا على إجابتك ويتسع لكل الأسئلة الموجودة معنا. عندنا أسئلة وايد وإن شاء الله يسعفنا الوقت. وقبل ما نكمل أسئلتنا، لدينا هذا المشهد اللي تشاركك فيه الفنانة مريم صالح. لحظة قبل لا ينزل المشهد، أنا وياك لا الصبح نقعد. تفضل. لا من المشاهدين ولا منك أنت. عادة المشاهدين يحبون دائما يعرفون الأحداث اللي تحدث، ويمكن شافوك وانت تضحك، ومع ان المسرحية يمكن تكون شفتها اكثر من مرة، وصاحب المسرحية عادة لما يشوفها يمكن ما يضحك عليها مثل ما احنا نضحك. احنا نشوفها يمكن مو بشكل مستمر، او ما احنا عارفينها بالشكل اللي عارفه اللي مثلها. فانا بنعرف يعني ليش ضحكت، هل في موقف معين صار فيها المشهد بالذات؟ لا، اولا المسرحية هذه من المسرحيات موسم 67 أو 76، استغفر الله، 76. نعم. والمشهد هذا على قبل أن نبدأ كنا نسولف عاد نجيب أي كلام يعني، فعاد أنا من جملة الكلام قلت اليوم ترى الليلة الأهل بيحضرون المسرحية. في ليلة التصوير. نعم. فعاد مريم علشان تغيظني زادت بالحركة هذه. كانت الليلة ما دام بيجون الأهل اللي بزيد بالحركة. فعاد الحركة اللي زادت فيها هذه بالغت فيها علشان إن أهلي موجودين بالصالة. شنو كانت ردة فعلهم؟ لا ما كان شيء. الحمد لله. أول نرجع مرة ثانية لحديثنا عن المسرح، نسأل وين المسرح القومي؟ هو الآن الآن اللي موجود استبدل المسرح القومي بالمسرح الوطني. نعم. المسرح الوطني هو طبعا يتبع الدولة، ممثل بالمجلس الوطني. ويمكن أنا يعني أتكلم من بعض المعلومات اللي أعرفها، يعني مو كام لي علاقة في الموضوع، لكن من باب العلم بالشيء. يعني المجلس الوطني أفتكر شارك في عمل مسرحي واحد في مهرجان الخليج في أبوظبي. القضية أعتقد هو تقريبا تابع للمجلس الوطني اللي هو بيمثل الدولة في هذه المناسبات. أعتقد الآن يمكن عنده مشروع عمل للطفل، كذلك مسرح الطفل، يمكن في بداية 96، يمكن شهر 3 على هذا ما أعتقد حسب ما سمعت. يعني هذا تقريبا. طيب، هل في تعاون بينكم كاتحاد المسارح الاهليه وايضا المسرح الوطني؟ لا طبعا، المجلس المسرح الوطني هو يعتبر احد اجهزه المجلس الوطني، فاحنا كفرق مسرحيه، فرق قائمه بذاتها لها نشاطها، وكذلك المجلس الوطني المسرح الوطني عفوا، لان اعضاء منين او الاعمال اللي راح يقدمها هم من الممثلين المنتسبين للفرق المسرحيه الاخرى. صحيح. وكذلك حتى المخرج، لانه هو عباره عن جهاز اداري موجود في المجلس الوطني،
هو اللي نفسه بيختار النص المسرحي، بيختار المخرج، بيختار الممثلين، وبينتج هذا العمل المسرحي. واعتقد انه محتمل يكون له نشاط اكثر بعد من المشاركات، يكون له كذلك شباك وله حضور جماهيري بالنسبه لاعماله يعني. نعم. طيب ماديا هل انتاج المسرح الوطني افضل من المسارح الاهليه؟ هو والله عاد المسرح الوطني هاي بتصرف عليه الحكومه. نعم. من خلال المجلس. طيب ليش الوطني؟ اذا مثلا ما كانت عندكم فكره والمسارح الاهليه ما تقدر تقوم فيها، ليش ما تتوجهون فيها الى المسرح الوطني؟ لا ما طيب المجلس الوطني شنو توجه له؟ المجلس الوطني ما يصرف على اعمال مسرحيه خارج ينتجها المسرح الوطني. طيب ينتجها، ما هو ينتج المسرح الوطني، يجي بالنص وينتج له. طيب يعني اذا هو ما ينتج لنا. اذا وين تعاونكم انتم كفرق اهليه او غير مسارح اهليه؟ يعني المفروض ان اذا وجدتوا مثلا نص مسرحي وحاسين انه هو ممكن يمثل الكويت مثلا في مهرجان او كذا، المسرح الوطني اذا حسيت انه هو ممكن يقوم بهذا الدور ليش لا؟ لا بالعكس، المجلس المسرح الوطني لو طلب من الفرق المسرحيه او من اي انسان في مجال المسرح يطلب نص وقادر انه يوفر للنص يعطيه النص، ليش لا؟ يعني انا بعطيك مثال بالنسبه لتجربه المسرح الاهلي اللي هو اللي شاركنا فيه احنا تحت اسمه مسماه في مهرجان دمشق في مسرحيه علي جناح التبريزي. لان احمد صالح نكمل كلامنا. فاستكمال الكلام اللي قلته، تجربه المسرح الاهلي الحديث تشكلت من الفرق المسرحيه الاربع بناء على طلب المجلس الوطني في ذلك الوقت. شكلنا الفريق وتحت مسمى المسرح الاهلي الحديث وحطينا المجلس اداره، وهم طلبوا منا احضار النص، والله يرحمه صقر رشود جاب النص وقريناه واخرجه ومثلنا فيه. منين؟ لان المجلس الوطني طلب من الفرق المسرحيه انها تطلع بفريق يمثل الفرق الاربع تحت اسم مسمى معين بعمل مسرحي مثل الدوله في هذا المهرجان. الان المسرح الوطني الان هو قائم كاداره لانه صدر في قرار من المجلس الوطني. فالان اي نشاط يحب يقوم فيه طبعا بالتعاون مع الفرق المسرحيه او مع الفنانين المنفردين، لانه هو هم هذيله الفنانين والمسرح والفرق المسرحيه هي اللي بتغذي المسرح الوطني بالعناصر. لدينا سؤال من الصحفي حسين عبد الرحمن من جريدة القمس. مساك الله بالاستديو 500 وعسى الاخوان يعني في البرنامج ما قصروا معاك وضيفوك ضيافه حلوه وجميله. لا بالله ما قصروا. من قعدتك انت مرتاح، ضيفوك وش ضيافه. بوليد حقيقه بصفتك رئيس اتحاد المسارح الكويتيه هذه الصفه تحملك مسؤوليه وامانه في الكلمه، وتعودنا عليك الصدق والشجاعه في ابداء الراي. بوليد حقيقة في الفترة الأخيرة تدخلت الرقابة في نصوص المسرحية باستبدال اسم مسرحية بشت الوزير إلى بشت المدير. حقيقة كيف ترى الموضوع من ناحية تدخل الرقابة، وهل هذا الموضوع يستحق بأن لجنة الرقابة تتدخل لتبدل اسم مسرحية من وزير إلى مدير؟ وهل نحن في الوقت هذا اللي في زمن الحريه والديمقراطيه والانفتاح اللي موجود، هل يستحق ان تكون هذه قضيه من قضايا اللي تبدا فيها الرقابه، لجنه النصوص رقابه على المسرح تتدخل في العمل هذا؟ الشيء الاخر يعني اذا كانت لجنه الرقابه وقفت مع الوزير فمن يقف مع المدير يعني؟ واحنا بالنهايه ايضا ما نشوف مدراء لابسين بشوت يعني، الا اذا كانت لجنه الرقابه تبي تلبس المدراء بشوت فايضا هذه قضيه اخرى. ما هو موقفك حقيقه بصدق وشجاعه اللي تعودناها منك ان تقول رايك في هذه القضيه؟ وما هو موقف الاتحاد المسارح في انا التدخل هذا الموجود واستخدام التعسف انا من وجهه نظري في استبدال اسم الوزير؟ واعتقد ما في وزير زعلان لان غيروا يتكلمون عنه بالمسرح طالما ان النقد
ضباح ووزرائنا كلهم ناس طيبين وحلوين وزينهم ها تقبلون النقد بصدر رحب. أحب أسمع إجابتك على هذا التغير وهذا العمل الأخير بالنسبة لاستبدال من الوزير إلى المدير، وشجاعتك هي اللي تخلينا إحنا نستمع إلى كبير عظيم لك بصمات على مسرح الكويتي. شكرا للصحفي حسين عبد الرحمن من جريدة القبس، ونسمع رأيك بوليد. شكرا جزيلا أخوي حسين، وأنا سعيد جدا أني أسمع منك سؤال حول المسرح بشكل عام، ولو على وجه الخصوص بالنسبة لتغيير اسم مسرحية بشت الوزير إلى بشت المدير ودور الاتحاد في موضوع التغيير. أولا يعني يمكن هذا الموضوع اسمحي لي شوية يحتاج إلى نوع من التفصيل شوية. أولا الاتحاد كهيئة أو جمعية ذات نفع عام مسؤولة عن الفرق المسرحية الأربع من الناحية القانونية باعتبارهم جمعية ذات نفع عام، وهم الذين أسسوا الاتحاد، وأعتقد هي ترعى الحركة المسرحية من خلال هذه الفرق الأربع. بالنسبة للرقابة حتى الاتحاد، يعني لو الاتحاد إن شاء الله في المستقبل رايح يكون له دور رقابة من ناحية رقابية، يعني لأن برضو تقع على مسؤولية الحركة المسرحية وما يريد أن يطرح الشيء الذي يرهض بالحركة المسرحية. الرقابة لما يعني اعترضت على الاسم، هذه وجهة نظر، كون الطرف الثاني يعني ما اعترض على هذا التغيير ولا اتخذ موقف معين، باعتقادي ان الطرف الثاني يعني اقر بهذا التعديل، بتعديل الاسم. طيب عفوا بوليد، هل دور الرقابة يا بعد ما نزلت إعلانات المسرحية، ولا الخطأ كان من منتج المسرحية نفسه أنه هو نزل إعلانات وبعدين عرض النص على الرقابة، ولا شو اللي صار بالضبط؟ بطبيعة الحال هو ما نزل إعلاناته إلا بعد ما جات الموافقة المبدئية. طيب ليش الاعتراض يا يعني بعد؟ الرقابة يعني بتهيالي أنه لابد أن يكون لها موقف من البداية، لكن أنا ما أعترض على تغيير الاسم، لكن نعم. كان المفروض أن يكون عندها موقف من البداية حول التسمية هذه. لكن أنا كرأي كاتحاد أعتقد هني من الصعوبة أن يتدخل في هذا الموضوع، لأن أولا لم يطلب منه أن يؤخذ رأيه في هذا الموضوع، ثانيا الجهة التي تنتج هذا العمل خارجة من نطاق عضوية الاتحاد، لأن كونه يمثل مسرح خاص، فأعتقد من الصعوبة أن يقحم نفسه الاتحاد حول شيء ما طلب منه، وفي نفس الوقت الطرف الآخر ارتضى بتغيير هذا الاسم، أعتقد بعد ما غير اللوحات الآن من اسم إلى الاسم المطلوب. لكن أنا كوجهة نظري الشخصية وليس لها علاقة في يعني المسؤولية الرسمية، أنا أقول أنه كان يفترض بالرقابة أنها مبدئيا يعني تطلب أو تطرح رأيها، يعني شيء الآن تتحمله الفرقة أعباء بالنسبة لتغيير الاسم، بالنسبة لبعض النواحي الفنية المرتبطة بالعمل الآن ارتبطت بهذه التسمية. فهذه أنا أقولها صراحة بصفة شخصية تسجل نقطة ضد الرقابة. نعم. يعني يجب أن يكون عندها موقف من البداية حول التسمية هذه.
لكن تظل المسألة بالتراضي. أعتقد المنتج وافق على تغيير الاسم، ويمكن يكون الجمهور عارف الموضوع بالكامل، فإذا ما في مشكلة. لا، هي الآن ما في مشكلة. نعم. بس أنا قاعد أقول لك يعني من الناحية الآن، وأعتقد متأكد أن من الناحية المادية تحملت بعض اللعبة، يعني عملية حتى اللوحات الآن اللي بالشارع. نعم. شطب اسم إلى اسم هذا هم مكلف. نعم. وأقول الصراحة مكلف، لأن صحيح. يبي هذا بيغير ويبي يشيل مثلا الصبغ، بيحط صبغ آخر، هذه هم وقت هذا. إذن شكرا للصحفي حسين عبد الرحمن على هذا السؤال. نتابع أسئلتنا وسؤالنا للفنان أحمد الصالح، هل أنت فنان كوميدي ولا تراجيدي؟ والله هذا السؤال ما أدري، يعني طرح عليه، يعني أنا الحقيقة بداية أنه أقولها بصراحة، أنا هاوي تمثيل، فبقى هذا التمثيل اللي أنا أديه ينطبق على الكوميديا أو التراجيديا، لكن يمكن الأشياء العفوية اللي تطلع مني من خلال الدور أو الشخصية المطلوبة أني يعني أديها يمكن تنعكس على المتلقي أو غير كوميدي. يعني حسب الدور اللي يليك، يعني. نعم. الدور اللي يقنعك سواء كوميدي أو تراجيدي هو اللي تقبله. نعم، يعني في مثلاً أدوار فيها شخصية واحد تاجر عنجهي مغرور، لكن من خلال ما أدي هذه الشخصية أسمع رد فعلها من المتلقي ومن الجمهور، في ضحك، في يعني ابتسامة، قد يكون هذا يعني الناس أخذوا عليك كوميديا، لكن هذا واقع ما يعني أحس أن هذه الشخصية تؤدى بهذه الصورة. يعني شخصية مثلا نمطية كاركتر بتأدي لازم يؤدى، بيترك يعني أثر عند المتلقي، بيتقبله بضحكة بغير الضحكة. إذن أنت ضد التخصص، يعني أن يكون الفنان الفلاني فنان كوميديا فقط أو تراجيديا فقط، التخصص بالنسبة للفنان الجيد غير موجود غير وارد؟ والله أنا بتهيالي، وهذا اعتقادي الشخصي، هذا الموضوع يمكن ذو حدين. بمعنى ان هناك تركيبه بعض الشخصيات لا تنطبق عليهم الا لون معين من الالوان، ولكن تاديتها لهذه الالوان تجدينها متجدده، وهناك شخصيات عندها الاستعداد تتقبل هذا اللون وهذا اللون وتؤديه بكل اقتدار، لكن هناك شخصيات مثلا عكس الكوميديا هي مثلا مثل ما يقولون هي تيبها كذي، فمن الصعوبه انك تقبلي منك كوميديا. نعم. لان هذه بعتقد تقبل الناس نوع من خفه الظل من مثلا الشخصيه اللي فوق المسرح او بالتلفزيون، تجدينها دائما يعني بسرعه بترتاح منها. نعم. يعني هناك في بعض الكوميديين مثلا اللي الآن يعني متربعين على الكوميديا، صح؟ أي كلمة تقال منه يعني حتى ولو مثلا بيهاجم الجمهور يموتون من الضحك عليها، بيتقبلونها منه. آخرين لا، آخرين لو بيقول يعني درر لا، من الصعوبة أن الجمهور يتقبل منه ويضيع. وليد، سؤالنا التالي من جمهورك من خارج الاستديو. مساك الله بالخير بوليد. صراحه احنا شفنا لك وايد اعمال وطبعا اتقنتها، بس لحد الحين ما شفنا لك اي دور بطولي، هل في اعتقادك انك غير جدير لاداء اي دور بطولي؟ قضيه الجداره، انت لما تشوفني شفتني في كذا دور وكذا شخصيه، انا حقيقه يعني عمليه البطوله اي شيء انا اديه احس فيه ان شاء الله لو اقول كلمه بس تركت اثر للناس بعتبرها بطوله.
يعني هو البطولة لازم اني اطلع من اول العمل اللي ما اسدل الستارة وانا اراكض فوق المسرح علشان اكون بطولة. هي المهم انك انت يعني اول واحد يعني فوق المسرح او بالتلفزيون الاداء نفسه للشخصية هي اللي تترك الاثر. طالما تركت اثر عند الناس هي بحد ذاتها بطولة، ما لها علاقة بالجدارة او غير الجدارة. رد جميل، وان شاء الله ما يكون السؤال بس عنيف شوية. يعني اعتقد المشوار هذا في ناس بيتقبلوا منك وناس ما يتقبلوا منك. طالما انت واضع نفسك في امام الناس فانت لازم تتحمل. طيب نسأل وينك من المسارح الخاصة؟ ليش ما تمثل في الأعمال اللي تقدمها المسارح الخاصة؟ ما مثلت في المسارح الخاصة، ما أدري يمكن والله حتى أنسى بعد المسارح الخاصة، لأن يمكن أنا أنت تنسى ولا أحيانا هم يتناسون أسماء معينة؟ لا لا، مو قضية التناسون، هو المسارح الخاصة هذا إنتاج خاص، فهو بقى يتعب على الممثل، يتعب على الشخصية، هذا هو حر. لكن أنا يعني في بعض الأعمال مثلا عرضت علي اعتذرت منها. ثانيا يعني قد يكون أني أنا مثلا يعني من وجهة نظرة أني ما أتجانس مع يعني العناصر اللي ممكن هو أو تضم هذا العمل كإنتاج خاص، فهو مو بالضرورة أنه لازم يجيبني يعني. نعم. طيب إحنا نعرف أن الفنان أحمد الصالح أيضا منتج، فهل مثل ما قلنا قبل شوي أنك ما لقيت النص اللي ممكن تنتجه، ولا الإنتاج مسألة مؤجلة شوية، ولا شو السالفة؟ لا أنا أنت سويتيني ماني منتج، أنا مو منتج مسرح. منتج شنو؟ لا أنا عندي مؤسسة تنتج أعمال فنية، تلفزيون، إذاعة، لان انا ترخيصي ما في مسرح، ما اعطوني مسرح، ترخيص مسرح ما اعطوني، لان جت في فتره اوقفوا التراخيص الخاصه، رحت بضيف الى ترخيصي كلمه مسرح، قالوا لا ما نعطيك. قلت شكرا، قرار طالب ايش اسوي؟ ما قاعد اقعد اطلط بلساني، اذا ايش حقه، قرار انتهى. رئيس اتحاد المسارح الاهليه، عندك المسارح الاهليه ممكن من خلالها تقدم الاعمال اللي ترغب فيها. لا لا ما لها علاقه، هذا هاي جهه جمعيه ذات نفع عام بترعى الحركه المسرحيه والنشاط المسرحي والفني، هذه مؤسسه خاصه بفلوسي بيزاتي اشتغل هذا ما له علاقه. وبعدين قالوا ما تبي، انا تشاركت مع بعض الاخوان في عمل مسرحي بترخيص ثاني، بترخيص مسرح اخر، اي وعرضنا هذه مسرحيه شمردحه، يمكن حتى التلفزيون ما سجلها. ليش ما سجلها؟ ما ادري ما سجلها. يمكن يا الرقيب شاف الديكور ما عجبه، ما ادري شنو ما عجبه، قال قدم تقرير قال هذه ما تسجل هم ما لازم. يتهيأ لي انا يعني عمليه الاقتناع، القناعه او الحوار، طالما في شيء اداري وبيقعد يقول لي ذا بس خلاص ما تبي ما لازم. نعم. فلهذا السبب ما اخذها التلفزيون. ويمكن اعيد النظر، نقول لهم حق الجماعه شوفوها الحين كتصوير مصورناها، قول شوفوها اذا تبونها عندي نجيبها لكم. نعم. طيب بشكل خاص نسال الفنان احمد الصالح، هل في عمل مسرحي مثلته من اجل التواجد فقط، او بمعنى اصح خليني اقولها لك بصراحه، من اجل الماده؟ يعني لو من اجل الماده كان شاركت في، يعني كان انا طلبت اشارك في بعض الاعمال المسارح الخاصه. لا هو ما يصير، أنا يعني كل اعمال الفنان عاده ما يطلب، لكن احيانا لمجرد انه يكون متواجد على الساحه يشارك في اعمال هو مو راضي عنها، يمكن او يمكن يكون مجامله، يمكن الـ يمكن هذه مسرحيه شمردحه
أنا شاركت فيها كممثل يعني نيتيها مجاملة ونيتيها منها، لكن لأن يمكن أنا لأني مساهم برأس بالإنتاج اختصار، يمكن يعني ما أدري قد يكون النص مثلا يمكن اللي كاتب أول مرة تشجيع يعني يمكن هذه يعني حالات بتمر يعني لابد فيها مثل ما يقولون مد وجزر، حتى على الفنان أحيانا بيكون مد وجزر، أحيانا يعني ظروف تحكم عليه أنه يشارك بعمل معين من كذا مبرر ممكن يوجد لمشاركته لهذا العمل، فأنا من هذا الباب يعني. عموما احنا بس اسمح لي فقط ان احنا نذكر جمهورنا ان راح نكمل لقائنا بعد اخبار الساعه 12، عندنا نصف ساعه في برنامجكم استديو 500، عندنا الحين نريح مع اغنيه. ايه لا نريح، نريح مو بس اغنيه، نريح نروح نتدفى ونطلع برا ذبحتونا من البرد. عندنا فتره الاخبار تدفى فيها، لكن الحين نشوف الاغنيه. ما يخالف. أغنية جميلة مخرجنا، شكرا على اختيارك الرائع لهذه الأغنية، لكن نتمنى أن ضيفنا ما يقول في قلبه آه يا جاسي أنا فيك ابتليت للسيدي 500. لا لا خوش أغنية، محمد المصباح من المطربين اللي الواحد يعتز فيهم وأدائهم. لكن الاستوديو 500 ما تقول لنا آه يا جاسي؟ والله استوديو 500 حنراح من ايدينا، حنصار صوب المنوعات ما يقدر نتحكي.